بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم في برنامجنا من آفاق اللغة العربية الذي نشرح فيه قصيدة البردة التي هي للبوصيري رحمه الله تعالى ودي السنة برنامج تكتاتا يجاشن ዛሬ ማለት ነው አራተኛ ፕሮግራም ላይ ደርሰናል ሚን አፈቅ اللغه العربيه ከአረብኛ ቋንቋ አድማስ የሚለው ፕሮግራማችን ላይ ነው የምንገኘው ዛሬ አራተኛው ፕሮግራም ላይ ነው ከለፈው እንዳየነው البورده ወይም ደግሞ الكواكب الدريه ተብለ የምታወቀው የቡስሪን ግጥም ቀሲዳ ማለት ነው شرح ያደረግነ ነበር القصيده هي عباره عن سبعه ابيات قصيده ማለት መጀመሪያ ትርጉሙ ሰባት ቤት ሲሞላ قصيدة يبالل أما ما كان دون سبعة فلا يسمى قصيدة كسبعة يانسك هنا سدس قطعم ويامس قطعم أمس بيت بي قطعم عندسو يايز أفو قصيدة يبالل قصيدة يبالل سبعتنا كزا بلاي سيهون نوع مالتنا أنا أتشي قصيدة نش مكنياتهم يبوصري بيت كامتو بيت بلاي سلوهن يبوصري قصيدة قصيدة تبالل لش مالتنا يقول البوصري رحمه الله والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم فاصرف هواها وحاذر أن توليه إن الهوى ما تولى يسم أو يصم وراعها وهي في الأعمال سائمة وإن هي استحلت المرعى فلا تسم كم حسنت لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدري أن السم في الدسم واخشى الدسائس من جوع ومن شبع فرب مخمصة شر من التخم واستفرغ الدمع من عين قد امتلأت من المحارم والزم حمية الندم من يقول والنفس كالطفل نفس مالت كالطفل عنده حصان لجنه يلالو نفسيا مالت عنده حصان لجنه انديت انتو ميلو حصان لج كتوكو شبع على حب الرضاع مطبات يناتن توت يطبا نو ميادغوالو كتوكو وان تفطمه توتن كاستالكو غن ينفطمي يتوال مالتنا كالاستالكو غن يطبا نو ميادغو مالت نفسم عند مطفو سراس سرا كتوكات بزاو تكترالش كاستوكات غن تقطبالش مالتنا فصرف هواها يسان هوا ويم دمو يسان لبولد تو اندتوا ادرغات وحاذر ان توليه يسان مطفو حسابي يسان هوا الهوى ميل هنا المراد بالهوى هنا ميل النفس الى شيء سيء مطفو ود مطفو نجر زنبالي ستارق يا نو هوا مالت النفسيه ود مطفو نجر زنبالي اندا تادرك كذا كلكلات وحاذر ان توليه ايه مطفو زنبالين مري هتادرغو مالته سميتهم مري هتادرغ ان الهوى ايه اللي بولد سميته ود مطفو زنبالي ايه النجر ما تولى اندي مرا كاركو يسمي يجلال او يصمي وهم دمو يا نورها المالث نو نورنيا نوري طلبها المالث نو ورائها تبقى تكتتلات نفسها وهي في الاعمال سائمه السوء سرا لا يتسمرتا اي كونه سرا لا يتسمرتا كايات خير سرا لا تكتتلات وان هي استحلت المرعى يعني من متسراون سرا السوء طفطات كاغنيا فلا تسمي زي قال تكتتلات يقبال زين بلا تلققات خير سرا يطامات سيهد ريا اللي قمت أبات يتشلال وعندما مو براس تعجب اللي قمت أبات سلام يتشل عند سرا بسر راش كتر من كام سرا إيا تكوت على التركات سران سرالو كم حسنت لذة للمرء قاتلة منالو سنت ميت أفتقو قدايهونو ناقروشن لسو اندت روارقا أسايت هالتشي من حيث لم يدري أن السم في الدسمي سو يوغن سم يالو يا مقبوست مهونو نسايك እሷም ብዙ ነገሮችን ለሰዎች ያጣፈጠች መልካም ያስመሰለች ብዙ ሚገሉ የሆኑ ነገሮችን ለሰው ብዙ አሳይታለች ለከ አንድ ምግብ ላይ ተደብቆ የሚገኝ እንልክ እንደዛ መርዝ ሊሆን ይችላል ማለት ነው وخشدسائس من جوع ومن شبع من شبع منالو يمطغبنና يرهابን የነሱን ተንኮል ተጠንቀቃሉ የረሃብንና የመጥከበቂ በላይ መጥከብ ለምን فرب مخمصه سنت الناس انت رهب الله شر من التخمي በጣም ከመብላት አንዳንዴ ሰው መራብም መራብም አለ ደሞ በሱ ይስተቀራይ ደሞ በጣም መጥከብ ከመጥን በላይ መጥከም ማለት ነው እና
ብዙ ጊዜ አንዳንድ ጊዜ ይላሉ ረሃብ የሚባለው ነገር በጣም ከመጥገብ የባሰ ነው ማለት ነው። አንዳንድ ሰው ጠግቦ መሳሌ ኸይር ስራ ሊሰራ ይችላል። ሲርበው ደግሞ ጸባዩ ተቀይሮ ሊሆን ይችላል ወደ መጥፎ ሊያዘነብል ይችላል ማለት ነው። እና ረሃብንም ልትጠነቀቀው ይገባል አሉ። ከዛ ምን አሉ واستفرغ الدمع انبهن مافسس دمو ينور بحال من عين قد امتلأت منالو واستفرغ الدمع انبهن مارغف ينور بحال مافسس ينور بحال من عين قد امتلأت بالمحا من المحارم اي بحرام نجر يتكتمولاچو عينه من مارغ قلبه እንባን ማፈስ አለበ ብዙ حرام አይታ ከሆነ ለታለክስ ይገባል ማለት ነው። يوم القيامة እንዳትቀጣ ወልዘም ደሞ አደራህን ያዝ ህምየተን ندمي የጸጸትን ጠበቃ ያዛሉ። ጸጸት ሊጠብ ምናሉ ህምያ ማለት ሊጠብቅ ነገር ማለት ነው። ሊጠብቀ አንድ ነገር አለ እሱ ምንድነው መትይዘው ነገር ندم መጸጸት ማለት ነው። لأن التوبة الندم ምክንያቱም ተውበት ማለት ዋናው የተውበት አርካን አይ ሩክኑ ተውበቲ አርኩኑ ልከቢር ተውበቲ ሁወ ነደም የተውበት ዋናው አካል ምን ስለሆነ ነው? ጸጸት ስለሆነ ማለት ነው። መጸጸት አለብህ ማለት ምን ማለት ነው? ተውበትን መያዝ አለብህ ተውበትን መርሳት የለብህም ማለት ነው። እነዚህን ይመስላሉ ለዛሬ ያስኩላችሁ 6 ቤቶች ናቸው። ان شاء الله تعالى بزاري نحن الان في الحلقه الرابعه فقد راينا فيها 6 ابيات من هذه القصيده كذلك قصيده معناتنا 6 بيتوچن ايتنال بميقتلوا دمو بامستنياو لاي دمو ليلوچن غيتموچن انايلن ما ننتقل ان شاء الله تعالى بعد فاصله الى فوائد وقلائد كثيره تابعونا باذن الله اهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج المسمى من افاق اللغه العربيه كعربيه قنقاد ماس بلن بسياو نو يا عربيه صفات ببذات يمنايبت برنامجنا نو زي برنامج لا هون عندند فائدهوچ نغراچوالا ما معنى قول العرب دخل فلان في حي صبيصه العرب تقول دخل فلان في حي صبيصه حي صبيصه است انت كليل العربوچ حي صبيصة وسط قباي لالو دخل فلان في حي صبيصة هل تدري معناها من مالت دوهن تاوك عليه دخل فلان في حي صبيصة معناه دخل فلان في ورطة في ورطة لا محيص منها من مالتنا ما يوت او تشجر وسط قبا مالتنا دخل فلان في حي صبيصة يونا تشجر وسط قبت شالو لما نتكفلك عندسو يقولوا دخلت في حي صبيصة حي صبيصة استقباه إلى المالتنا للعرب في هذه الكلمة لغات عربو تشيزيش كامكو علي بترقاقامي كامنا قراتشوم ألفو ترفو بزو عينة عقلة نسومي قلزوات بعضهم يقولوا دخل فلان في حي صبيصة ليلا كونكم على من يلالو في حي صبيصي بلون متكم شلال كفلقن دمو في حي صبيصين بلون متكم شلالان كفلق دمو في حي صبيصة لما تكمش لالن كفلق دمو في حي صبيص لما تكمش لالن وان كفلق دخل فلان في حاصي باصي ما لتنش لالن ما لتنو سلازي ترقو عندنا في حي صبيصة عند ما لتنو ما لتنو سلازي أدعو الله تعالى أن يخرج من دخل من المسلمين في حي صبيصة أن يخرجه منه ካፍታ ቆይታ በኋላ ደግሞ ሌላ አንድ ፋይዳ ያለው ነገር ይዤላችሁ መጣለሁ ተከታተሉን። معلوم لكل واحد منا ان ايام الاسبوع 7 يا سامنتات يا سامنت كانوست سا كانوتشي 7 ناتشاو وهي الاحد تاوقالو نزي احد يبالال اهود مالتناو الاثنين اثنين يبالال اثنين مالت دمو سانيو مالتناو الثلاثاء دمو ماكسيمو مالتناو وين دمو الثلاثاء مالت الثلاثاء مالت انشلالن كفلقن الثلاثاء مالت انشلالن ماكسيمو مالتنا روب دمو الاربعاء اربعاء يبالال وين اربعاء مالت منشلالن كفلنگ دمو
الأربعاء مالت انشلالا بفتح الباء وضمها وكسرها. ليلة دمو الخميس، خميس دمو يتاوك لها مسمالتنا. الجمعة، جمعة لا جمعة مالت انشلالا كفلقنا. الجمعة، جمعة مالت بتسكين الميم وضمها، ضم مبارك فتكام انشلالا. قرانا دمو السبت، سبت مالت قرانا مالتنا نزي سباتو كانت شناتشو. العرب في الجاهلية كانت تسمي هذه الأيام بأسماء أخرى. بجهل يا جسي عربوتشي النزين سبعتك أنوش بليلا سمنا برميت أيرو ميت أروت مالتنا. يقولون عن الاثنين أهون يوم السنيون كان أهون بلون نبر يا ميت أروت، ويقولون عن الثلاثاء جبار ماكسنيون دمو جبار نبر بلو ميت أروت، ويقولون عن الأربعاء سلا أربعاء دمو من لالو دبار دبار بلونه ميتاروت، ويقولون عن الخميس هاموس دمو مؤنس مؤنس نعم مؤنس مالت دسميل عشان برك أمانه نعم خميس دمنا يو دسميل كأنه مؤنس يوانا كأنه كانت تسمي العرب في الجاهلية يوم الخميس بالمؤنس مؤنس بلانه بنبر ميتاروت، وكانوا يسمون يوم الجمعة بالعروبة عروبة نبر ميلوت يعنيك عرب دمنا عروبة نبر ميلوت. يقولون عن السبت شيار شيار نبرة كرامين ميلوس، ويقولون عن الأحد أهود دمو أول أول بلو نبرة يميت أرث مالتنا. كذا بوهلا رسول صلى الله عليه وسلم كبتوا بوهلا سنيو ماك سنيو أحد السبت أحد الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة السبت بلو. كذا بوهلا متكم تجمر مالتنا أنا إسامتو كانوش أهون ملتاك أماتشون تناقرن درو 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 عربوش ميتاك أموتنو انديت انتان برام أيان مالتنا. نذكر في آخر الحلقة بيتا في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبه نختم برنامجنا هذا، تابعونا. هذا برنامجنا المسمى من آفاق اللغة العربية. ننظر الآن إلى بيت البوصيري. والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطمي. من إلى البوصيري والنفس كالطفل، نفس مالت عند طفل عند هز عالج نجهله طفل مالت من مالتنا. الطفل استعمل للواحد وللجمع. عند هز عالج طفل بالل جماعة بزوز أنا تجمعون طفل بالل لو مالتنا كفل، لكن أطفال مالت إنجلالا قل لا عندهم طفل بالل لا جماعة وشيم أطفال طفل بالل طفل بالل مالتنا طفل ميلو لا عند بتشاير لهم عربوش لا عندهم تتكموا تال لا بزوم تتكموا تال مالتنا. لما سالي هؤلاء الطفل مالت إنجلالا النزيه طفلوش ناتشوا لج ناتشوا مالت إنجلالا طفل ناتشوا مالت إنجلالا نقدر قل الطفل طفل كان لكن طفل ينبرون طفل كذا ركض يختلف المعنى ترجمي كأيرال. الطفل الناعم من مالت لسلاح ساي هنا نجر مالتنا طفل مالت طفل كالكونجن من مالتنا سأل لج مالتنا. الطفل كالكونجن يقدمو الطفلنا لسلاح ساي الطفل كالكونجن الظلمة تألما مالتنا طفل مالت. العرب تقول عمن دخل إلى وليمة دون أن يدعى سايت ترى وده عند الجس اللي هي رسوم من إلى العرب وش طفيلي طفيلي ولا يتعرض تل طفيلي مالت ما مارنياك على واج عند مالتنا قل ليلام قال لا طفيلي طفيلي قلت لنا كليلام قال لا شو ما جرشة سوم عندناش رجل طفليل طفليل بلا يتعرض تل طفليل مالت ياو على واج عند مالتنا مالتنا عودة مو كفتا قيت ولا ثم سنمت ألا سأذكر لكم فائدة أخرى كونوا معنا. ይህ ጉራህና ተህጂል የሚባለው ነገር ለዚ ኡመት ብቻ ነው ያለው። ከነብዩ ማስተማሪያ ስልቶች አንዱ ሆነውን አጓጊ የጥየቃ ስልትን በመጠቀም ስናጥብ መጀመሪያ ላይ እጃችንን እንታጠባለን አኪድ የዛኔ ውሃ ይነካል። የተለያዩ ሸሪዓዊ ጉዳዮች የሚዳሰሱበት
ሁሉን አቀፍ ግጭት አልታለም። ኡስታዝ ጀማል ኢብራሂም ዘውትር ሰኞ ከምሽቱ 5 ሰዓት ተኩል እንዲሁም በድጋሚ ጁማአ ከምሽቱ 4 ሰዓት ተኩል ባሱና كفتا قوي تبالا تملسنا الآن دمو هنا أريد أن أذكر لكم ساعة كلام العرب عربين يقول أنك أصفي مونون زيقامة كأسفل يقول البوصيري والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطمي سيلو ذكر كلمة النفس نفس ميلاون قالتك سوال كم معنى تدري لكلمة النفس نفس لما تلاقى قال سنت ترجمنا وتعقوا لها النفس لها معان كثيرة نفس ما تلاقى قال بزو ترجمالات النفس تأتي بمعنى الروح روح ميل ترجمالات والدم دم ميل ترجمالات والجسد جسد ميل ترجمالات أكل ميل ترجمالات والعقوبة كتات ميل ترجمالات والعين عين ميل ترجمالات والإرادة إرادة في اللاغة ميل ترجمالات والعظمة لكنا ميل ترجمالات والهمة والني ميل ترجمالات والعزة والعز كبر ميل ترجمالات والأنفة أنبتنينت يميل ترجمالات مالتنا أهم بيانس ودا أسر ميت أقو ترجموشين نفس لما تلاقل تاك الشالو مالتنا سلسي أندو أقل بشان نفس بدأم بزو ترجم علات مالتنا وأخرا سأنتقل إلى خاتمة البرنامج وهي أن أذكر لكم بيتا في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم وحتى يكون ختام البرنامج مسكا تابعونا جاء رجل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم زائرا فأنشد يقول أتيتك زائرا ووددت أني ملكت سواد عيني أم تطيه وما لي لا أسير على المآقي أو وما لي لا أسير على الأماقي إلى قبر رسول الله فيه منالا أتيتك زائرا يا رسول الله أنت لمن زير متأوني ووددت أني تمنيو أني أنا لا جعلت أو ملكت بنورين نورو سواد عيني إني عين يا عين بلين بادر قونورو أم تطيه مقلب نقر ما درق بيشل نورو أدر قون برال عين إن كان مقلب نقر بيون نقدي عين كعين عين بتام إساسان نتنش نقر لقودا ميشل نقرنا أنا إرسول لما زير عيني ياسو مقلب يونو عيني مقلب كتنو نبر ممت أو لعيني إنكوان على ساسا منبر على كزامنا لا وما لي لا أسير على الأماقي يا عيني بلين يجي عيني بشين يجي يقلبكو لمن دنو ودرسو مالمت أو من دنو ميكالك لينرو إلى قبر رسول الله فيه رسول ودالبتك أبره عينين إنكوان يقلبكو كاممتات من لي كالك لين يجلال من منقر يلمنا وميلو ما أجمل هذا الكلام عندت دس من نقرنا وأختم البرنامج ببيت قاله كعب بن زهير في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم كعب بن زهير مبال الصحابي رسول صلى الله عليه وسلم سيامو قصات شونا رسول بردات شون قابعات شون يستطبت يأندران قد أملت قاس من ألا إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول من ألا إن الرسول رسول كوالا لنور نورنا تشاو يستضاء به ميابرالن نورنا تشاو مهندنا تشاو مهند مالت هند لا يتسرى سيف مالتنا بهند برات يتسرى يعني كهند ميمت أبرت أنكار رأنا ما يسبر سلونا كزان أبر ميس هارود مهند يبالل بهند برات مهند محمد مالت مهندنا مهند محمد أرل مهند بالنون مهند مالت السيف الذي صنع من حديد الهند كهند هاجر يتسرى
ሰይፍ ሙሐመድ ይባላል ሂንዲ ይሉታል አንዳንዴ አንዳንዴም ደግሞ ሁንዱዋኒ ይሉታል አንዳንዴ ሂንዱዋኒ ብለው ይጠሩታል ህንድ ላይ ተሰራ ማለት ነው ሙሐመድ ማለት ሙሐነድ ነው ሙሐመድ አይባልም የሚባለው ሙሐመድ ባህ ነው ሙሐመድ የሚል ሰው ሆነ ትርጉሙ ይቀየራል ሙሐመድ ነው የሚባለው የሳቸው ስም ባህ ነው እሱ ምናል ምንድን ያለ ሙሐነድ በኑን ሙሐነድ ማለት ሙሐመድ ረሱል ማለት ሰይፍ ናቸው ምን ሱዩፊላሂ ከአላህ ሰይፎች አንዱ ሰይፍ ናቸው መስሉሉ ከሰገባው ከልብሱ የወጣ ሰይፍ ናቸው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምክንያቱም አንድ ሰይፍ የሚቆርጠው ልብሱ ውስጥ ያለ ሳይሆን ከልብሱ ከራሱ ቤት ሲወጣ ነው ማለት ነው እንዲህ ብሎ ሲያሞግሳቸው አልቃ ረሱልላሂ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አለይሂ ቡርተተሁ ረሱል ምን ሰጠት ማለት ነው ጋቢውን ሰጠት ማለት ነው هذا واخير دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين Mm-hmm.